النفاق هو أحد سياسات الإعلام المشوه والموجه لأمثاله المشوهين. طريق النجاح في الإعلام المشوه هو أن تتساءل حد الغباء وتغمض عينيك عن الحقيقة، لكن ضوء الشمس لا يعتمه الغربيل، بس العينتين الغربيل مالته طبقتين قماش. وتعال أقول لك شلون. الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية، أريد أعرف الرتبة اللي تحملها من كنت أنت بالحشد الشعبي، وأريد أعرف رتبة أبو مهدي المهندس، شنو رتبته بالحشد الشعبي؟ أبو مهدي المهندس رتبته هو مهندس الانتصارات، هاي رتبته مهندس الانتصارات. واليوم وراء تحرير العراق نسأل عن رتبة أبو مهدي المهندس؟ اليوم نسأل الرتب اللي لقيناها مذبوب القاع بالموصل. العينتين حتى يسوي طش إعلامية طلع نفسه إلى حيث، وكان ما يعرف اللي ستر عليه والستر على حرمة بيته وعلى أساسه وحيادي. بس مو لهالدرجة تسوي نفسك جاي من القمر، إيش تحكي إيش تقول، حتى بن سلوم ما سواها. هم كان عنده وجه واحد موالي القريش ضد المسلمين، ويعرف نفسه تابع المكة ولأبو سفيان، بس العينتين خلى دماغه يضرب شورت. المن ويا من ما تعرف، شوف وليا هو منين ويشتغل لي أحساب. خلونا أنا ياكم ننتقل إلى فقرة التحدي، واليوم راح أحكي عن التحدي وعن التنمر بنفس الوقت.